السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو أظهر المرء الطاعة مؤمنا بها وحريصا عليها، ولكنه في الباطن قد يفعل المعاصي، فهل يسمى منافقا؟ لا، يسمى عاصيا، يسمى عاصيا. وهناك معاصي هي من خصال المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا عاهد غدر. فإذا كان فيه من هذه الصفات ففيه نفاق، فيه خصلة من خصال المنافقين. أما بقية المعاصي فهذه تسمى معاصي ولا تسمى نفاق، تسمى معاصي يوقع الإنسان فيها الشيطان والشهوة ثم يتوب إلى الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الإيمان قول وعمل. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشارب خمر وجلده، قال بعض الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال: لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ قد يكون الإنسان يحب الله ورسوله لكن يقع في المعصية بحكم الشهوة أو جلساء السوء، ولا ينافي هذا أنه مؤمن بالله ورسوله. نعم.